بسم الله الرحمن الرحيم. إلى رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين الأستاذة ماريا خوري، ما نشر على لسانكم في قناة البحرين بأن المساجين يتمتعون بمكالمات مرئية مع أهاليهم فهو مغلوط. أنا السجين حبيب مبارك في مبنى 13 في سجن جو. أنا في مبنى يحتوي على قرابة 400 شخص، وحالتي استثنائية حيث أن زوجتي وابني مقيمان في أحد العواصم الأوروبية، وناشدت الكثير من المسؤولين في إدارة السجن حتى أتمكن من الحصول على مكالمات مرئية، ولم أجد آذان صاغية لي ولا الاهتمام بالموضوع. وإدارة السجن نفسها تخبرنا بأن هذه المكالمات ليست متوفرة في السجن، وهناك مناشرات أخرى بخصوص كبار السن نظرا لما يمر به العالم من الأوضاع الراهنة من تفشي فيروس كورونا، وهم معرضين لخطورة الفيروس أكثر، فهم يعانون من أمراض مزمنة وحرجة، وبالخصوص الأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذين برويز والسنجيس، وهم مع صراع مع الأمراض منذ ما يقارب 10 سنوات في السجن. ولفت انتباهي في قناة البحرين برنامج مجتمع واعي لفتة من المذيعة، وهي عندما قالت علينا ألا نعيش على ألم وذكريات الماضي ولا الخوف من المستقبل، بل علينا العيش والنظر للحاضر. فأناشد من يعنيه الأمر ومسؤولين في الدولة أن لا يتعاملوا بذكريات الماضي ولا الحذر من مبادرات خوفا من المستقبل، بل التعامل الإنساني والسلمي ومن أجل الإنسانية ومصلحة الجميع والوطن. وشكرا. أنا المعتقل حبيب على حبيب مبارك من جد حرص، التاريخ 7/4/2020.